إذا المرء يدرك سر العطاء لا أنفاق في المدى والعمر، لا أنفاق في المدى والعمر. هذا البرنامج برعاية الصندوق القومي للتأمين الصحي. مظلة تسع الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أيادي الخير. نحمد الله ونشكره على أمد في أعمارنا ووفقنا إلى أن نلتقيكم في هذه الأمسية المباركة. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم أن السودان يعيش بعض الظروف التي لم تكن طبيعية. هذه الظروف ربما أسماها البعض أزمات، وهذه الأزمات ينبغي أن إن لم تكن زيادة في عمل الخير فعلى الأقل ألا تكن سببا في التقليل منه. لكننا بالنظر إلى الواقع نجد أن بعض التغييرات حدثت حتى على سلوكيات الناس فيما يتعلق بالعمل الخيري. في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الموضوع تحت عنوان العمل الخيري في ظل الأزمات، ونستضيف لمناقشة هذا اللقاء نفرا كريما من أهل الشان. نسعد كثيرا بأن يكون ضيفا لدينا في الاستوديو وعبر الفضاء لديكم أنتم مشاهدين الكرام، الأستاذ عبد الله خراساني الأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله خراساني. أهلا وسهلا أستاذ الحلو، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونشكر قناة الطيبة وبرنامج أيادي الخير على هذه المبادرة والمبادئة. الله يجزاك خير. ونستضيف أيضا الأستاذ هشام عبد الغفار أبو مؤيد الناشط الاجتماعي وصاحب الباع الكبير في هذا المجال. وسهلا بك أستاذ هشام. الله يكرمك أستاذ عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون أيادي خير لكل الناس إن شاء الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى. نذكركم مشاهدين الكرام بأنه يمكنكم التواصل معنا والاتصال بنا والمشاركة في هذا الموضوع من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. كذلك نذكركم بالتواصل مع القناة عبر وسائطها في السوشيال ميديا، وكذلك مشاهدة هذه الحلقة وغيرها على قناتنا على يوتيوب. بداية نبدأ بك أستاذ عبد الله خراساني، و يعني كفاتح لهذا الموضوع، يعني كيف السبيل إلى صناعة متطوعين رغم الظروف اللي ممكن تكون غير عادية؟ طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة مثل هذه الظروف هي بالنسبة للمنظمات الطوعية المؤسسة تأسيس جيد هي الظروف أصلا تعمل عليها، أو المناخ الصالح لممارسة الأنشطة في نوع صنف من أصناف المنظمات. المنظمات ثلاثة أصناف: منظمات تعمل في الشأن الإقاثي، ومنظمات تعمل في الشأن التنموي، ومنظمات أخرى تعمل في الشأن المدني. طيب، وأول نشأتها هي المنظمات التي تنشأ في العمل الإقاثي، وهذه تعمل في ظل الأزمات أصلا. طيب، وتقوم المنظمات ابتداء على التطوع بشتى أنواعه، منهم من يتطوع بماله يسمى مانح، ومنهم من يتطوع بفكره وجهده وأيضا، وفي بعضهم من يتطوع بزمنه حتى. كل هذه المنظومة بتعمل مع بعضها البعض. قوام العمل الطوعي والخيري هو الناس والبشر، لأن الأزمات والكوارث صعوبة التنبؤ بها تحدث متى. لذلك في كل الأوقات العنصر الرئيسي فيها هو الإنسان والطوعي. وحتى في الأزمات والكوارث الكبرى خير الموارد هي الموارد اللي حولك القريبة منك. كيف تنظمها، كيف ترتبها، كيف تضع فيها الأولويات. وأول أنه خير الله يا ممروة هو أول من يصلك. صحيح، البشر اللي ليصلك، واللي يصلك ده لو وقف موقف
إلى جوارك فقط تكون ناقصة، يعني حتى لو بزمن وبجهدي. نعم لو أشعرك بأنه هو عايز يجيب معك، هو واقع شعور أنه هو مؤازرك ومتفهي لموقفك وهو يقف إلى جانبك. ممتاز. قد يكون خير من من ينفق على بعد، أو ينفق وهو كاره، أو يأتيك قول معروف أو نعم غير معروف من صدقة خير من نعم القول معروف والصدقة هذا ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم الوقف الشخص يقف إلى جانبك ويأهزرك أهم شيء، ونحن محتاجين حقيقة أن في هذا الشأن ننظم جهود العمل الخيري والعمل الطوعي، وأولهم المتطوعين. المتطوعين ضروري جدا الناس يعملوا على تنظيم المتطوعين لمجابهة، وهذه من سمات المجتمعات القوية وعكسها المجتمعات الهشة التي تعرض، التي فيها ثراء اجتماعي. كلما كثر في المجتمع المتطوعين يقول هذا المجتمع فيه ثراء اجتماعي، صحيح، فيه ثراء مجتمع قادر على التحمل وتحمل أي صدمة وأي أزمة وأي كارثة بسهولة ويسر. ممتاز أستاذ هشام، بحكم معرفتك للمجتمع السوداني وقربك منه ومعايشتك للكثير من المشكلات التي يمر بها، طبعا لا يخفى عليك ما يمر به البلد في هذه الأيام تحديدا، وده بخلينا نوجه لك نفس السؤال. يعني قد يعلق أحد الناس كل المشكلات إلى جانب إلى جهة معينة، وبالتالي يعفي نفسه عن ما يعني يمليه عليه الضمير وما إلى ذلك، وده بخلينا إنه إحنا كيف نجد أناس يحبون العمل الخيري ويعظمون من شأنه في مثل هذه الأيام تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الأزمن من شأنها ككيان هو دولة نقول عليها السودان هي أزمة اقتصادية طبعا، ودي من السهل التنبؤ بها. أنا أبدأ من حيث انتهى أخونا خلصاني، والسهولة التنبؤ بماذا الليلة العالم يتكلم عن المعلومة، نحن ما عندنا معلومة عن مثلا ليلة المشكلة الاقتصادية الأساسية في السودان هو ارتفاع الدولار، مع أن عملتنا جنيه سوداني. ارتفاع الدولار السبب شنو؟ الطلب على الدولار أكثر من العرض على الدولار. يعني العملة الأمريكية المتحكمة فينا إن عليها عرض أكثر، طلب أكثر، طلب في الاستيراد، معناه أن احنا قلل الإنتاج عندنا، قل الاعتماد الداخلي على منتجاتنا الداخلية، قل على الحاجات المستهلكات المحلية، أصبحنا كل شيء نستورده. ارتفعت العملة الأجنبية مقابل جنيهنا السوداني، أدت إلى خلق أزمة اقتصادية. ودي بتكتشف متى؟ تكتشف بالمعلومة. طيب نرجع للعمل الطوعي، عشان أنظم عمل طوعي، وزي ما كان أخونا خرصاني ثلاثة منظمات أشكال ثلاثة بتاعت منظمات، الليلة لو دار أحصل عدد المنظمات العاملة كم؟ ما عندي معلومة موجودة مؤكدة 100% أبديت وديت يعني لليوم. يعني في عالم البرمجيات نقول لك اليوم في 10 منظمات شغالة، في أكثر من 2000 منظمة ما شغالة. يعني شغالة بمعنى شنو؟ الليلة قدمت شنو؟ يعني مشروع اليوم قدمت شنو؟ الليلة العالم يتكلم عن الربط مع بعض عبر النت، عبر التواصل بكل اللي هناك، يعني وثق ما عملته اليوم. اليوم في السودان الليلة اليوم الاثنين نعم كان منظمة قدمت خدمة من المنظمات المسجلة، كان منظمة قدمت، ما في معلومة دقيقة، ما في معلومة دقيقة، معناته ان احنا هنا اول حاجة هنا المفروض ندخل يعني لازم يكون في معلومة. طيب المنظمات اللي شغالة في الجانب التنموي كم منظمة، الشغالة في الجانب الإغاثي كم منظمة، الشغال في الجانب الإغاثي كم منظمة وكم عامل فيها وكم متطوع فيها، يعني كم منظمة وشغالة في ذات مجال. دي ممكن تكون المعلومات متوفرة للجهات المعنية اللي هي مفوضية العون الإنساني، بتكون عندها المعلومات دي. أما حكاية إنها المنظمات دي قدمت شنو، فدي بصراحة دي محتاجة لتقنين ومحتاجة لشغل كثير عشان الناس تعرف إنه المنظمات دي قدمت، المنظمات في مجالها قدمت كده. نعم. ونسبة ما تم تقديمه كده دي محتاجة لها لشغلة. نحن لحد الآن منتظرين إنه سؤالنا حيتجاوب بشكل أوضح. كيف أستاذ هشام؟ طيب ما أنت غننت العمل، حددت منظماتك إنك عندك 20 منظمة عمل كوارث، طيب، أو للأزمات، عندك 20 منظمة تنمية، عندك 20 وعرفت مقدرات كل منظمة،
من ناحيه مانحين، المانحين اللي بتلاقوه، المانحين اي منظمه من المانحين اللي بيجوها، طبيعه عملها، طبيعه الكادر اللي فيها ذات المؤهل بالنسبه لتاهيلهم. اول ما تحصل ازمه بتكون توجه للمنظمه في السين وصاد ان اتوجهوا للازمه الحاليه الفلانيه، وبالتالي بيكون المجهود في لحظه يعني له مفعول. ما بنكون كلهم دارين في ازمه معينة. كلهم حيكابسوا في ازمه، حلوا المشكله بعد شويه كلهم يتراخوا، لانه ما عندهم من مال او ما عندهم من امكانيات اهدروا في حاجه ممكن كان يعملها منظمتين او ثلاثه منظمات. تمام استاذ خراساني، في الايام اللي فاتت، شكرا جزيلا هشام، في الايام اللي فاتت اكثر حاجه كانت مغلقه والناس كانوا يتنبؤوا لها وتخوفوا من مشكلاتها حكايه الدواء. نعم. يعني الناس ممكن تصبر على حاجات كثيره جدا جدا، لكن من الصعوبه بمكان انه الناس تشوف في واحد مريض. نعم. وهم ما قادرين يعني يعالجوه وشايفين الدواء هذاك له موجود. نعم. دي خلت انه يكون هناك تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في تويتر، نشطوا هاشتاج وفيه مجموعه من الاشياء اللي لها علاقه بالدواء. واحده من الحاجات اللي بتذكرها عفوا انه هاشتاج بيقول انك يا مسافر شيل معاك دواء للسودان، مثلا انت جاي من برا تشيل معاك دواء. وعملوا حاجه اسمها صيدليه تويتر السودان. طبعا صيدليه تويتر هو هاشتاج موجود على نطاق واسع في الوطن العربي، لكن اضافوا له السودان برضه، خلوا انه من خلال الهاشتاج ده انه الناس قدرت تحصل على الدواء. بينشروا حاله مريض ورقم وبينشروا الجهات اللي عندها الدواء والناس بتحاول تحصل عليه. الحاجه دي ما جاءت بهواهن، انما جاءت يعني كردة فعل لمواجهة أزمة. نعم. ودي بتخلينا انه نبحث عن يعني ازدهار وانتشار العمل الخيري في أوساط الأفراد بسبب أزمة. نعم. طيب، هو حقيقة العمل الخيري زي ما قلنا صنف منه منشط في بسبب الأزمات. طيب. لكن الأزمات هي بتخلينا نبدع طرق لتنظيم الكلام اللي ذكره اخونا هشام قبل قليل، في انه الناس قد ما يركزوا عملهم في محل واحد او يكون في دبليكيشن او ازدواجيه في العمل وهكذا. وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيله لتنظيم هذا التطوع. طيب، وخلينا نقول والله يا اخي ممكن نبدا اكثر من ذلك. المنظمات في عرفها كله الان محتاجين ان احنا كمنظمات عامله في المجال ده ينظموا التطوع بصوره، في حاجه اسمها السجل المتطوعين. سجل المتطوعين ده بيسجل نفسه انه هو متطوع، طبيب متطوع في السنه ولا في خلال السنتين دي لمده اسبوع. طيب، دي انا والله كمنظمه شغاله في هذا المجال المفترض ابرمج اشوف عندي كم طبيب متطوع واسجله عندي. السجل ده بيكون عند المنظمات. عند المنظمات. منظمات. نعم. يعني مثلا انتم في 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 وان كان الموضوع المنظمه ليست ضيفا فيه بشكل رسمي. نعم. لكن كمثال يعني منظمه العون الانسان والتنميه. نعم. العون والتنميه الانسانيه بيكون عندها سجل الانسان بيجي بسجل فيه حسب تخصصه والزمن اللي ممكن يتطوع فيه وكده. انت بتكونوا قاعدين بعد فتره ممكن تتصلوا به ولا اللي بيحصل شنو يعني؟ هو اصلا نحن كمؤسسه الحلقه مع منظمه العون الانساني والتنميه، لكن ده عرف المنظمات الشغاله في المجال المحدد خاص في مجال الكوارث والازمات. بيطلبوا والله يا اخي نحن محتاجين لمتطوعين في شتى المجالات، في الصيدله، في الطب، في التعليم، في الاداره، في كذا وكذا. بعدها كل واحد بيسجل اسمه وسجل رقم تواصله وسجل الوقت اللي ممكن يكون فاضي فيه، مثلا اجازه السنويه. ايوه، واحد بيقول في مارس، واحد بيقول في اكتوبر، واحد بناء على الكلام ده بيكون المنظمه برمجت عندها عمل في منطقه من المناطق اللي فيها ازمات. كل هذه المتطوعين عشان تنقلهم وتوديهم هناك. بعدها تكون ضررت الحكايه دي. لكن انا اقول والله يا اخي احنا محتاجين على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمع عشان نقول والله يا اخي نستجيب ويكون عندنا القوة والمتانة الاجتماعية دي، محتاجين نحن ننمي ثقافة التطوع في المجتمع. الشخص ممكن يتطوع بأي شيء. واحد، ثقافة التطوع دي محتاج لها، والآن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن وفرت علينا جهد كبير جدا، ممكن حكاية تنظم. ممتاز. كتنظيم لكن كثقافة عندنا في السودان محتاجين حقيقة ننميها ونقويها.
الشخص ممكن تتبرع او تتطوع بدواء، برسوم تعليمية، بملابس، بغذاء، ممكن تتبرع بوقته، ممكن يتبرع بجهده، ممكن يتبرع بعضله، ممكن يتبرع بملابس، ممكن يتبرع باشياء اكبر من كده. لا الناس مش محتاجين حكاية ننظمه. ثانيا نقوي روح العمل الطوعي عندنا فينا لمجابهة هذه الأزمات. نمرة اثنين محتاجين ننظمها اللي ذكره أخونا هشام، لأنه قد يكون في ممكن الناس يعني المنظمات توجه جهودها جهودها لحاجة معينة، ويكون في خلل، في خلل محدد في مناطق تكون فيها أزمات كبيرة جدا، وفي مناطق فيها شح، وفي محلات فيها وفرة. احنا محتاجين عشان ما ندبل العمل حتى على مستوى الأفراد. إذا كان احنا استجبنا للأفراد الممكن يتعرضوا لك، هناك ناس متعففين ايوه لكن محتاجين. لكن اذا نظمناه، والتنظيم ده ممكن يبدا على اصغر وحده في الحي، على مستوى الحي، يكون هناك لجان تعرف والله من المحتاجين، وحيويتهم شكلها شنو، تتفقدون وكذا على جميع المستويات. اللي عنده ازمه محتاج لدواء بتاع ازمه، محتاج لتعليم ابنائه، محتاج لكساء، لغذاء، وهذه الاشياء يجب ان ترعاها المنظمات، وعلى اللي بيسموها المنظمات القاعدية. المنظمات القاعدية ما بالضرورة تكون منظمة مسجلة في مفوضية العون الإنساني، لجان قاعدية ترعى شأن الأسر والمحتاجين على مستوى الحي. الحي. أيوة. وده تكون عنده تسجيل الناس تفقدون، ودي أكثر وسيلة ممكن ترفع الحكاية عن الناس. التطوع ده ممكن يكون أنا معي سيارة، طيب السيارة دي أنا من هنا بمشي من الخرطوم ماشي بحري، طيب أو من بحري جاي الخرطوم، حولي ناس بلقاهم في الطريق. اصلا السياره دي من خرطوم لبحري بتستهلك وقود محدد. الوقود المحدد ده ممكن يوصلني انا براي، لكن لو عندي بوكس ولا عربيه كده ممكن يوصل معي خمسه، ممكن أيوة. يوصل معي 10، انا اكون استهلكت اصلا. اصلا الطريق ماشي، ما حي مكلف انا شيء. هذه الاشياء وقت الازمات المحتاجين نحن ايضا نقول والله نقوي اول حاجه العمل التطوع، فهم المفهوم التطوع عند المجتمع، تنظيمه. نمره اثنين في الازمات اكثر المجتمعات حاجه للتطوع اثناء الازمه، اكثر من غيرها. اكثر حاجه للتطوع اثناء الازمات، ودي وقت الحاجه. ممتاز. انا امشي بسؤال بالحته دي يا اخونا هشام. النواحي النفسيه قد تلعب دور كبير جدا جدا في ان لا يقوم الناس بما تفضل به الاستاذ خراساني. قال له انت اصلا جاي بعربيتك ماشي، حتمشي يعني حتمشي السكه ده، حتمشي اذا ربنا يسر العربيه مع العبطلات، وحتصرف وقودك ده. وما ظنيت انه اذا شلت معاك اثنين الصرف بتاع الوقود يزيد، ما اعتقد. طيب لكن واحد نفسيا ممكن يكون زهجان، يقول لك يا اخي انا ليه ذاته الوقود زاده، ذاته ليه وانا ذنبي شنو ذاته يزيد عليه الوقود، فيقوم دي تنعكس على سلوكه التطوعي اللي هو كان في يوم من الايام بياخذ معاه الناس، فيجي ماشي ومشخد للناس وماشي. نحن دايرين الحته دي كيف نقدر نستنهض همم الناس فيها، ونقول لهم بالعكس يا ناس، بما انكم بتحسوا بانه في موضوع في حاجه زايده، فالبسطه ديل ممكن تكون الزياده دي واقع عليهم بشكل اكبر، وده بخلي انه حاجتهم ليكم تكون اكبر، وبالتالي انه الازمه المفروض تخليكم تشيلوا الناس بشكل متكرر، يعني بعد كل خطوه واحد نزل تشيل بدله طوال وهكذا. كيف نقدر نستنهض همم الناس في الحته دي؟ تصنيفه سهل جدا. وإذا رجعنا للسنة النبوية الشريفة، نعم، في غزوة الخندق، أيوة، لما جاء الصحابي وفي سرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت وخاصتك، يعني عندي شاة صغيرة ودار أذبحها يعني تفضل علينا. أيوة. فماذا ما كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شنو عليه أفضل الصلاة والسلام؟ دعوة طبعا، دعا أيوة القوم، القوم كله. فدي أبسط حاجة. أنا في حاليا أزمة وربنا انعم علي بسياره وانعم علي بوقود، اني اقدر اسوي وقود، انعم بدل كنت باخذ اثنين اخذ ثلاثه. ايوه. لانه قبل اقول اثنين كان ما بيقدر يدفعوا، لكن اللي بيبقوا ثلاثه ما بيقدر يدفعوا حق المواصلات. انت بس الذ حاجه هشام، يعني انت رجعت لنقطه محوريه شديد. نعم. الرجوع الى السنه. الرجوع الى السنه. ده اللي بيخلينا فعلا ان احنا نعم نستنهض همم الناس من الداخل، وبالتالي ممكن الأزمة تكون خفت. يعني الناس الليلة لو خطوا في حسبانهم، لو قاموا بمبادرة، يا جماعة والله مواجهة لهذا التحدي الذي يقع على عاتقنا، خلينا نعمل زي ما كانت في مبادرات بتجي أيام رمضان. رمضان لما يقرب في مجموعة مبادرات بتجي، والناس ما شاء الله يعني حاجة كانت مشهودة، والناس يتكيفوا لها جدا جدا، مش اللي يتكيفوا اللي بيشيلوهم ذاته، لأنه
العطاء ما بينعكس خير وسعادة على الإنسان. صح. فالناس لو بتضع في الحسبان الحاجة دي وبقت زي ما قال أستاذنا خولساني يعني ثقافة مشاعة في أوساط الناس بتكون تمام. كلما حصلت أزمة تزداد رغبة الناس في التطوع، فممكن الناس ما يشعر بالأزمة الحقيقية وممكن بعد شويتين الأزمة ذاتها ما يكون لها أي معنى. وأنا برضو برجعها يعني أنت قبل سألت أخونا خرسان عن الأدوية، أنا برضو برجعها لأنه إحنا ما عندنا معلومة. جزاهم الله خير الناس الهاشتاج واللي انتشر على تويتر وعلى الفيسبوك يعني رفعوا الدعم على يعني رجعوا الدعم للأدوية. طيب نحن كم محتاجين لدواء؟ ما معلومة طيب. دقيقة ما موجودة زي ما قال خرسان على مستوى الحي. يعني انا ساكن مثلا الازهري عندي سياره، كم واحد محتاج اني اوصل في نفس الطريق؟ انا شغال في شارع 60، كم واحد محتاج اوصل معاه في شارع 60؟ يعني على مستوى الحي على مستوى جاري ما بكون عارف هو شغال وين. ابسط معلومه يا هشام، انت البرمجيات لاعبه بشكل كبير جدا قدر ما اخدم. يعني مثلا دي تتم كيف؟ يعني انا مثلا ساكن في حي، نعم، بجي ماجي بالشارع بعرف في ناس بيكونوا شغالين جيراني كده، بكون عارف انه الناس دي شغالين في الحتات الفلانيه. هي مرات بصادفهم في الشارع ما عندي معهم تنسيق مسبق، انه انا مرات بتاخر مرات بقوم بدري وكده، فالبلاقيه في الشارع ممكن اخده معاي. دي الكلام ده يعني كمثال يعني. طيب كمثال انت كيف حتحصل على المعلومات انه والله ناس حصل عليها زي ما قال لك اللجان القاعديه، يعني اللجنه الشعبيه او حاجه زي دي، حصرت الحي من ناحيه الاسره الموجوده تخصصات، يعني حتى تخصصات هم شنو يعني ده تخصص شنو عشان انا استفيد بيها لو حصلت كارثه في الحي استفيد منها. عدد الطلبه فيهم، الامراض المزمنه الموجوده في الحي. بعد ذلك بيبقى دور اللجنه الشعبيه واللجنه القاعديه انه تعمل تنوير او دعوه كل شهر او كل شهرين، تنور يا جماعه احنا في حينا ده في 20,000 طالب او في 5,000 طالب، الطلبه دي محتاجين لحاجه الفلانيه، او ما عندنا مثلا 5-6 اسر. في شام نكمل الكلام ده بعد المكالمه الهاتفيه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام هشام، احنا بنحييك وبنحيي اهلنا في الطيبين في ام درمان. نعم حبيبي الله يبارك الله في اللجنه. بنتكلم يا هشام احنا اليوم عن العمل الخيري في ظل الأزمات، تمام؟ إذا تابعتنا من بداية الحلقة. هاي خير إن شاء الله، متابعك والله. طيب تفضل، دار تقول لنا شنو؟ دار أقول لك إنه يا أستاذ العمل التطوعي ده ما شرط إنه الزول يلبس لفن البيضاء ومكتوب فيها اللجنة الفلانية أو الجهة الفلانية. العمل التطوعي ده ممكن يبدأ من البيت. من البيت؟ من بيتك انت، من بيتك لحد ما تطلع تمشي الشارع لحد ما تركب المواصلات لحد ما تصل مع شغلك. العمل التطوعي ده لازم اول حاجه انت من يكون عندك ذول خلق وعندك ذول متدين، اول حاجه بتحاول تساعد الناس بدون عمل طوعي، بدون ما تكون لابس لك فنيله وانه انا جاي من الجهه الفلانيه. لان اول حاجه ده دين ذاته بقول كلام زي ده. ممتاز. كويس انه هاي، لانه انت اول حاجه ابسط الاشياء يعني قلت تبسمك هو صدقه. تمام. ازاحه لازم من الطريق صدقه. طيب ممتاز. يعني احنا طبعا الاخوان كاتبين لنا اسمك، ما انت مدثر او هشام؟ انا مدثر. هاي مدثر. هاي مدثر. طيب يا مدثر، بنسالك يعني العمل التطوعي في الظروف العاديه عادي الناس بتقوم به، هو كده ما في مشاكل. لكن لما الانسان ينعصر، حتى عندنا مثل سوداني بيقول لك يا اخي الزاد اذا ما حصل لناس البيت ما عارف حرام على الجيران، مثل ما عارف جابوه من وين. احنا بدنا نطبق المثل، لكن دايرين نشوف انه يعني مدى استعدادنا للتطوع مهما كانت الظروف. يلا نحن قبل التطوع اول حاجه يكون عندنا زي ما نقول اللجنات بتاعه التوعيه. ايوه لجان قاعديه زي ما تفضل الاستاذ خرساني. لجان بتعتمد عشان تعرف انه ضرب مثل انك لو حصلت حاجه انك تعمل كده، وانك ضرب مثل انت الحاجات الخير دي كلها راجع عليك، وانك لو دليت زول على الشارع وصفت له المحل الفلاني انك زي كانك عتقت رابط، الحاجات دي احنا ما موجوده فينا، يعني انت لازم تعمل الحاجات دي وتكون مقتنع بانه سلفا مسجله في صحيفتك او مسجله في ميزان حسناتك. انه الكلام اللي انت بتعمل فيه ده بتعمل فيه لنفسك انت، ما لزول ثاني. صحيح مؤكد. يعني انت لما تكون انت عندك الثقافه دي او يكون عندك التدين ده او يكون عندك الخلق ده، انت ما بتحتاج انه لذاته اصلا سلفا تسجل في لجنه او تسجل في منظمه. انك قدرت تساعد اي زول. لكن انت ممكن تحصل على المعلومات، يعني اللجنه اذا كان في لجنه في الحي
فممكن تعينك بالمعلومات انه تعرف انه في فلان من الناس هو اللي بيحتاج لنا اللجنه. اللجنه احنا لانها تقول لجنه بتاعت توعيه اول حاجه، لانه انا ما ممكن انا داير دول واحد يكون قصاد مليون. اللجنه توعي منو يا مدثر؟ توعي المواطن ذات، وتوعي المواطن الناس يخدموا ده، المواطن الماشين الناس تخدموا ده. أيوة. المواطن ده الحله دي او الحي ده ما فيه مليون نفر، انت ما تجيب لي سبعه انفار عشان يجي يكفوا لي الحي ده كله ما حيقدروا، لكن امل انا اوعي الحي كله الناس تعرف العالية وتعرف الصح وتعرف الغلط. الزول الدرج اللي قلت بتاع وساخه ما بيقدر في الشارع، الزول الجارو ما بخليك كورك ليا ابو مروه برا وبيمشي بيشوف الحاصل شنو، الزول الاعمى بيلقى الزول اللي بيقطع والزلط بدون ما يقول له يا اخي يجيب له زر عشان يقطعه، الزول اللي حصلت عليه حاجه او عنده ضايقه ماليه الناس اللي براهم بيحسوا فلان الليله والله ما فقدناه في الجامع ما جاء، او فلان الليله ما جاء معانا الكوره، او الزول ده ما الحاصل شنو، والله الزول ده قالوا ضرب مثل وقع في كثرة كرة عضل مصر في الكورة يمشوا يعملوا لك كده كده، الناس بيكون فيها عامة بيكون عندها شنو الثقافة دي. تمام. انت عم تجيب لي 20 نفر او تجيب لي 50 نفر لناس اصلا صلفهم ما عندهم ثقافة زي دي وما عندهم يعني القابلية ان يعملوا عمل الخير، الحاجات دي بتوزع لهم ممكن ذاته ما تصل. ممتاز، وصلت الرسالة يا مدثر. الفهم الاساسي. نعم. هاي. تفضل. الفهم الاساسي ان عملنا انا وعي الزول بقدر الحاجه اللي انا بوصل له بقدر بحافظ عليها، بقدر بوصل لها محلتها، بقدر بعمل بها الحاجه المطلوب المفروض يعملوها بها، لكن الزلمه يكون اصلا سلفا زول ما واعي في المتعلم وفي الجاهل وفي الدكتور وفي ضرب مثلا التعليم المتوسط وفي المتدين. نعم. وفي ما عارف اي حاجه وفي ممتاز. ما بصلي. وصلت الرساله يا مدثر، وصلت، وبنشكرك جزيل الشكر على المشاركه، وتابعنا لنهاية الحلقة، سنعلق على حديثك وربما أتى من يتفق معك أو قد يختلف معك أيضا. معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا، تفضل. مرحبا. ألو. وعليكم السلام، سامعينك، تفضل. عبد الله محمد النيل. منو؟ ألو، جبارت الله محمد النيل. جبارت الله محمد النيل. أهلا بك يا جبارت الله محمد النيل، تفضل. حياك الله، تفضل. نعم، موضوع عن بنتكلم عن العمل الطوعي في ظل الازمات، يعني تقريبا للاسف الخط قطع او فقدنا الاتصال بالاخ جبارت الله، يا ريت لو عاد لنا وكلمنا انه هو كان عايز شنو تحديدا. بنتكلم، بنذكر مشاهدينا الكرام باننا نتحدث عن العمل الخيري في ظل الازمات. نحن بنتكلم عن انه اصلا يعني العمل الطوعي مغروس في الناس اصحاب الخير ومحبي الخير، وإذا حصلت أزمة أو حصلت ظروف غير عادية مفروض هذا الحب يزداد وهذا العطاء يزداد. ليه؟ لأنه الإنسان بيحتاج للإنسان عنده ما يكون هو فعلا محتاج لإنسان يقيف معه، والأزمات بتخلي الناس يعجزوا عن بعض ما يقومون به في ظروف العادية، وده بخلينا نبحث عن الروح الطوعية المتوفرة في الناس كلهم، ومش المنظمات بس، يعني حتى الأفراد يقوموا بما عليهم من عمل تطوعي، بل هم الأفراد هم اللي بيكونوا العمل، بيكونوا المنظمات والجمعيات وما إلى ذلك. معلش هشام كنا قاطعنا وانت تتكلم، احنا نكلم نعلق على حديث أخونا مدثر، ثم من بعد ذلك نعود للحديث. الحتة بتاعت المعلومات دي والحتة بتاعت اللجان القاعدية حنطلع منها، حنطلع من هذه الحلقة بمقترح بإذن الله سبحانه وتعالى. أول هو نحن بنقول اللجان القاعدية ليه؟ أول الكوارث اللي حصلت في السودان الهجرة من الريف للمدينة، يعني ليه الخرطوم أصبحت؟ نحن لما نتكلم عن الريف الليلة جارك بيكون ود عمك خالك، يعني الحي كله يكون شنو؟ أهلك، بكون عارفين بعض. طيب. وفي بكون شنو شخص كبير هو اللي بيدير العائله الكبيره كلها. صحيح. وهم اللي بيمروا تحته. طيب نحن انتقلنا لاحياء، احياء يعني يكون واحد من كل منطقه جاء شخص، يعني هو بنقول من كل شجره يعني من كل شجره جاء ثمره. اي فاصبح انه لازم انا اكون في معلومه، يعني يكون جاري خرسان انا ما اعرف هو شغال وين او معلومات عنده شنو، عنده كم اولاد، مؤهله التاهيل بتاعه شنو، الحي ممكن يستفيد منه شنو، زي ما قال اخونا مدثر احنا دايرين ننور الحي، ممكن اخونا خرسان في توعيه تبع توعي الناس بما لهم، لجنه توعي الناس بما لهم وما عليهم. ما عليهم. نكمل الحديث كله عن وكمان تعليق عن كلام اخونا مدثر عقب هذا الفاصل بعد اذنكما. نخرج الى فاصل بعده نعود لنواصل حديثنا عن العمل التطوعي في ظل الازمات. المرء يدرك سر العطاء لا أنفع.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ونذكر بأننا نتحدث عن العمل الخيري في ظل الأزمات، ونستضيف لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ عبد الله خراساني الأمين العام لمنظمة العون والتنمية الإنسانية، والأستاذ هشام عبد الغفار الناشط في الناشط الاجتماعي. وكنا بنتكلم حكاية اللجان القاعدية واللجان بتاعة الأحياء الحتزود الناس بالمعلومات، وأخونا مدثر كمان ركز بشكل كبير جدا جدا على مهمة التوعية، إنه الناس تكون واعية بما لها وما عليها. فضل أستاذ خراسان. نعم، حقيقة أنا أتفق تمام مع الأخ مدثر في ما ذهب إليه من ضرورة تنمية الحس الطوعي والخيري في النفس على مستوى الفرد، والفرد هو الذي يعطي، ويجب هذا العطاء يكون مستمر، وخير العمل إلى الله أدومه وإن قل. صحيح. وحتى أنت بتطوع بشيء بسيط جدا ومستمر، دي أفضل من أنك تكون بعد 5 6 شهور تدينا حاجة كبيرة. الاستدامة فيها كانت دي محتاجة، لأنه نحن على مستوى النفس وعلى مستوى نقالب هذه النزعة إلى الشح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في كل الأشياء، مش في المال، في كل شيء. العطاء ده قلنا عطاء واسع، حتى بوقتك تدل، ودي موجوده في المجتمع السوداني الان الحمد لله. مدرسه احنا في اكثر المجتمعات تجيب جنب اي شارع يدلوني على المكان الفلاني، يدلوك هذا تطوع منه. طيب. في بعض المجتمعات يرفضه، والحمد لله هذه الميزه. وصف لك غلط او وصف لك غلط او يضللك، الحمد لله ما عندنا الحكايه دي. الحمد لله جزء منها موجود، البذره بذره الخير في النفس البشريه موجوده. نحن محتاجين لها اكثر في لحظه الازمات. ممتاز. ويؤثرون على انفسهم وكان الخصاصة، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تحبون. أيوة. ما تحب دي بتزيد وتنمو لحظة الشح، بتجي لحظة الأزمة بس يلا دي، والهلع ولحظة الأزمة دي بيحصل فيها هلع، وده دليل على والله مجتمعنا هل مجتمع قوي ولا لا. لحظة الأزمات ما المفترض نحن نتكالب على المخابز ولا على مكان الغاز ولا كذا ولا اشتري وخزن، هذه الثقافة المفروض لحظة الأزمات لا. ممتاز. انت عندك ما يكفيك من قوتك، يجب انك تخلي الفرصة اللي هو شخص محتاج. انت لديك ما يكفيك من كل شيء، تخلي للآخرين، افسح للآخرين في المجالس في الحافلة في كل شيء، في الحي في الشارع، هذه الثقافة نحن محتاجين لها. نحن في كثير من الأحيان الشح ده بخلينا مثلا على مستوى البيت، ممكن تلقى بيتين نظيف جدا لكن شارعي برا. نحن يجب ان ننمي في الناس السنن المتعدية النفع. ايوه، انا بصلي لنفسي. ايوه، مش كده؟ ايوه، بصوم لنفسي. ايوه، لكن في سنن محتاجين احنا كلنا نرعاها، عشان اجر اعظم، خير اعظم. نعم، لان هي خير اعظم. صحيح. كل السنن خير من خير متعدد، لان اخرج في حاجه اخي. نعم، خير من ان انفس، مش كده؟ ايوه، هذه الذي نحتاجها حقيقه في كل المجتمعات، محتاجين ان احنا ننمي هذه. واكثر حاجه لها لحظه الازمات، نقالب لحظه الشح والتكالب على الحكايه دي، محتاجين الحكايه دي في كل شيء، في كل نواحي المجتمع. محتاجين ننظم بعد ذاك، بعد ما نحن والله نمينا هذه الروح، محتاجين احنا نتنظم. يا سلام. وبعد ذاك ما عاد ما تنظمنا، والله محتاجين انه والله الفايض من حينا نوديه للحي اللي بعده. وكل الاشياء دي يكون عندنا شيء. يا ريت الان في احياء كامله محتاجه. نعم. وفي احياء ثانيه وضعها جيد. صحيح. طيب نحن ايضا محتاجين نشيل من الاحياء الجيده وضعها جيد، نوديه للاحياء الاقله. بعده والله المدينه، من مدينه الى مدينه اخرى. هناك مدن كامله تتعرض الى ازمات. صحيح. طيب محتاجين المدن الاخرى تنتقل لها. احنا محتاجين حقيقه المجتمع، يجب ان يسبق الدوله في قضاء حوائجه. المجتمع سابق الدوله والله، والدوله لن تستطيع. صحيح. ان تكفينا شيء. هي الدوله اذا ما كانت سبب في الكوارث فدي تبقى نقول الحمد لله. ايوه، لا ننتظرها. ده بخلينا نمشي لحته، يعني الايام دي بالذات في تلاوم متداول ما بين الدوله والتجار. الدولة ما وفرت لنا الدولار وما إلى ذلك، وجاد معلومات ونحن نتمنى إنها ما تكون صحيحة، بيقولوا إنه الدولة كانت بتوفر الدولار لأكثر من كم، 30 شركة، قالوا تقريبا أقل من 3 شركات أو في الحدود دي، هي الوحيدة اللي بتستورد الدواء، ديلك بيمشوا يشيلوا الدولار ويبيعوه. المعلومة دي لو بقت صحيحة طبعا دي كارثة. ده كله بينعكس، أنا من قبيلك راجع لحكاية إنه الناس لما تزهج، الزهج يتسبب في انها ما تشتغل، ما تتطوع.
فكيف دولة تطلع دولار حق الضعاف؟ دولار حق الشعب طبعا، تطلع وتديه للتجار، ولد رغيب والتجار ما يجيبوا الدواء والكلام من هذا الغبي، بيخلي الناس ما يشتغلوا، بيضيع العمل التطوعي ما بين هذا وذاك، ودي اللي بتخلينا احنا نحاول بقدر الامكان انه نرسخ المفهوم اللي طلع به الاستاذ خراساني، انه الناس يعتمدوا بشكل كبير جدا جدا على التكاتف والتراحم، حتى الدولة في حد ذاتها تقعد كان عندها كلام تقول لهم شكرا. لانه بصراحه يعني زي ما انت بتصلي لنفسك وانت بتعمل حاجه، اخونا مدثر برضو قال الكلام، انت الحاجه الخير بتقدمه لنفسك، فده بخلينا يعني نقوم نقلل من اللوم، اذا في جهات بتحاسب هي اللي تحاسب، اذا في جهه رغيبه هي تراغب، لكن احنا نقلل من اللوم ونحاول نبحث عن حاجه تنفعنا في الدنيا والاخره. ده بخلينا نمشي نبحث لمؤسسات وغيرها من ادوار. انا داير معاك يا هشام بحكم نشاطك الاجتماعي ومعرفتك بما يجب او ما يمكن ان يقوم به العلماء والوعاظ والشخصيات العامة من أدوار فيما يتعلق باستنهاض همم الناس في العمل الطوعي، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه العلماء والشخصيات العامة في استنهاض العمل التطوعي في نفوس الناس؟ برضه حنرجع للسنة النبوية الشريفة. لما جاء سيدنا سلمان الفارسي وبيتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرق وما الرق، وقال لكاتب سيدك كاتب سيده على ماذا؟ أن يزرع الشجرات بتاعت، هل ما كان بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجمع له ماله ويعطيه؟ ما غالبه كان يمكن أن يقول. وفي الصحابة موجود عثمان بن عفان وموجود طلحة بن عبيد الله ينفقون المال ولا يخافون الفقر، قال أزرع وطلب من الصحابة إن يعينوه، معناه دعوة لشنو؟ دعوة للإنتاج. ده اول الانتاج. نحن لما تقول انت 43 شركه اخذ الدولار، ثلاثه شركات هي اللي استوردت، وبرجع وامشي بقول لك للمعلومه، عدم وجود المعلومه، اخذ الدولار طيب اكتشفوا المعلومه بعد كم؟ المفروض استورد بعد، استورد خلال كم؟ يعني استورد في خلال 10 ايام، ظهرت عند الجمارك، ظهرت عند الدوله انه الشخص ده استورد بالدولارات، استورد فاتوره ظهرت بكم بكده، معناه ده استورد في خلال 3 شهور، يعني شحنة لو من الصين بتاخذ 3 شهور، في خلال 3 شهور ما ظهرت الشحنة بتاعته معناها ما استوردت. وعليه والكارثة تبقى انه هو اخذ المرة الأولى واخذ المرة الثانية واخذ المرة الثالثة واخذ المرة الرابعة، لما حصل الشح في أدوية حتى اكتشفوا العملية. عشان كده أنا قلت نتمنى أن هذه المعلومة تكون غير صحيحة، لأنه لو فعلا أصبحت صحيحة ففي مصيبة، المصيبة أكبر. نعم أنا شايف كده غايته. نعم طيب ده بيقودنا لحاجة معينة. أنا طبعا ما بعرف، لكن عندي إحصائية شخصية بقول إنه 90% أو 99% من المنظمات بتعين الشخص يعني في أزمته، إذا ما أكون صادق في المعلومة دي. طيب يعني مرأة مرأة أرملة وعندها أطفال أيتام، هشام في مكالمة نشوفها ونجي 99 بتعين الشخص اللي نفهمه. نعم. كيف يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، ربنا منكم صالح الأعمال. وياك يا أم هناء، احنا كمان سعداء بأنك بتكلميني عبر الهاتف، وطوالك وشيرك في الموضوع. سبحان الله، يلا أنا الكلام ده يعني عندي فوق وألم شديد، يلا بتألم، لأن شنو المنظمات دي كلها، إذا كان مثلا كل واحد مثلا بيكفل أهله والجيران بيقفلوا مثلا جارب الهم بظروف، مهما كان نوع الظروف شنو، انا بشوف ده التعامل الامثل. لكن لما يتركوك للمنظمات، نعم المنظمات بتخدم وبتجمع من الخيرين وبيشيلوا من انفسهم وبيدوا، لكن برا شنو، يلا انا داير الناس دي كلهم يكونوا في منظمه واحده، انت تجيب منظمات مثلا العياده الخير تجيب وبيعيد الاياب والبيض هم هنا، لكن كيف يعني يجيبوا وكله نبدو في حتة واحدة، لأنك أنت لما مثلا تأتي لي مستشفى زرمان، أنا هاجي لحظات هناك أديت لي مثلا في مستشفى خرطوم، هاجيك في مستشفى زرمان، بيكون مثلا أنا أخذت من ديل ومن ديل وفي ناس ولا حاجة متعففين. لما أجيك للأرامل، الأرامل ديل أنا ذاتي أرملة من 2006 لحد تاريخ اللحظة دي، أنا ما في منظمة وصلت لي ولا جاتني، انا بقول غنيانه بغنى ربنا، يعني ربنا يسهل لي ويسهل لي يعيش كيف وربيهم كيف كذا لحد اللحظه دي. يعني انا ربنا يعينك ان شاء الله، لانه في منظمات يعني منظمه وخيلين مسجله ودي الدعم منها مثلا الجمعيات القطريه والناس الاجانب ديك،
بده الناس قروش كويسة، لكن في ناس ما بيقدروا يوصلوها. لا يا أم هناء، يعني يعني نفهم من كلامك إنه في في منظمات مثلا بتتاجر بمشكلات الناس مثلا وبانهم محتاجين وكده، لانك شايفه مركزه. يعني منظمات، اقول لك حاجه، انا بقول لك حاجه على انطار الحي والحاجه اللي انا عشانها. انا الحي اللي قاعده فوق، يلا اللجنه حقتي الشعبيه اللي هي بتمثل لي الحكومه، عارفه ظروفي وعارفه انا مثلا عندي كم طفل بقرا وعندي كم بتخرج. ايوه. اللي ليه ما تقوم بالدور ده، انا بلوم هنا يلا التخطيط. يلا اللجنة دي أنا إشكال إنه أمشي للجنة السياسية، أنا ما يعني ما مرضت وكده، لكن ده بقوله للعامة عشان أنت تفهم بالتقصير كيف. يلا في ناس متعففين ما بيشهدوا في النهاية والله اللي بيقعدوا. الحل في رأيك شنو؟ المفروض يكون شنو في رأيك؟ الحل يلا المنظمات دي كلها لازم تترابط مع بعض، كلها تكون في يد واحدة. مثلا ناس بحري، الأحياء كلها في بحري، يكونوا عندهم مندوبين يعني يقعدوا مع ناس الحي ذاتهم، ما مع اللجنة الشعبية. لأن اللجنة الشعبية في ناس بينصفوا وفي ناس ما بينصفوا، وفي ناس ولا بينظروا لك في رحمة ويشيلوا زادك أوراقك وحاجاتك. أنا حصل يعني واحد فيه شال مني جنسية بتاعتي وجنسية بنتي الصغيرة اللي هي خلاها أبوها في رابع. اللي بيجيكوا الناس وبيقفلوكم لحد تاريخ اللحظة دي ولا شفتوا ولا شفتوا. هم يلا يا أم هنا وما بيسألوا. طيب هم هم حتى المنظمات اللي ما عندها الكلام اللي أنتوا بتقولي فيه ده بترجع لما نجيها صاحب حوجة بيطالبوا منه انه يجيهم بلجنه بخطاب من لجنه الحي ومختومه بالحاجه دي. يعني انت شايفه دي غير مجديه انه لازم هم ينزلوا لارض الواقع؟ ايوه ايوه لا يقعد مع ناس الحي كله مثلا يجي. ايوه تمام تمام. مثلا ده محتاج، ده فقير، ده الارامل، ده اليتامى ما عندهم حاجه. ايوه مثلا ده في قصور في الجهه دي، مثلا ده احتمال راجل كبير ما عنده زول بعيله، احتمال دي مره كبيره كده مثلا. واحتمال ما مشى لمنظمة ذاته، يعني ممكن يكون الرجل الكبير ده ما مشى لمنظمة. بس بعدين كده الآن في ناس متعففين ما بيصلوا. صح وناس اللجنة زي ما قلت لك الدايرين انه حتى ما محتاج بيكتبوا. تمام وصلت وصلت يا أم. يلا يكون لكل رابطة واحدة ويغني للشغل، وكلها تبقى أيدي واحدة بدل ما كل منظمة قايمة براها وتعمل براها. نعم كلنا مع بعض أيدينا على الناس كلها. ممتاز وجزاكم الله خير. شكرا يا أم هناء، كلامك جميل. شكرا. الله يجزيك الخير. شكرا جزيلا. نعلق على كلام أخونا أم هناء. ونحن يا أستاذ هشام أنا قلت 99 من المنظمات بتعين الشخص، بتعين الشخص كأننا نحن فهمنا. خلينا نعلق على كلام الأستاذ أم هناء ونسمع كلامك. تفضل. كمل منه اجل ام هناء. طيب بعد يعني طيب 99% قلت لك في ارمله محتاجه، بيقوم طوال المنظمات بده يجيب لها الثلاجه بتاعت ايس كريم. طيب الثلاجه دي دراسه جدوى ليها شنو؟ ما في. طيب هي محتاجه لاكياس عشان تعبي فيها الايس كريم، محتاجه لكركديه، محتاجه لعرديه، محتاجه لحياه زي دي. ممكن ما تكون دارت تشتغل ثلاجه ذات. طيب يعني غير كده مسحنه بتاع ادويه وادوات. غير كده استهلاك الكهرباء، انت هل عندك عداد كهرباء؟ ما عندك عداد الكهرباء، استهلاك الكهرباء كم؟ خشيت لها في ازمه اكبر منها، يعني احتاج دي انه عندها قصد بتاع اولاد مدرسه او واحد من اولادها ميرض، ما ممكن تبيع الثلاجه؟ تبيع لانه ممكن تبيع باقل من بسعر، اقل من سعر لانه عشان تحل لها مشكله. طيب اذا كان في احصائيات في الحي في 5 نساء مثل ديل ممكن يتعامل، يعني اذا بقول شنو بقولوا معمل او تقول عليه مصنع تاع ايس كريم صغير مشروع صغير يديره شخص، يديره شخص من منظمه او يديره شخص من الحي هين شغالات فيه، ياخذ مرتب مجزي جدا، والشخص اللي بيدير العمليه ذاته هو اللي بيدير يقدر يسويها. لانه المره دي لما تجي الارمله تعمل تصنع ايس كريم وبدات تبيع جنب المدارس، نحن طبعا عندنا تقليد، شافوها بتبيع، بكره جزول ما محتاج وعنده راس مال جاب عمل ايس كريم افضل، اشترى حفاظ وجاب سوا. فبيبقى شنو؟ انت لما جمعت 5 نساء اكفيت الشر انه يبيع الثلاجه، اكفيت الشر استهلاك الكهرباء، اكفيت الشر اشتراء المواد، اكفيت الشر التسويق وعرضه للتسويق. انتجن اخذ اجرتين مثلا بيت، يعني اجره بتكفيه شنو؟ بتكفيه زياده تسويقه طبعا، لانه ما مر شغل ما مربحي بيكون قدر شنو؟ قدر مرتباتين. الشخص اللي بيدير العمليه دي ممكن يكون شخص متطوع في العمليه. هنا بيكون شنو؟ قللت حتى المصرف للعمليه. زي ما قال هسي ام هناء، يعني برضه هي غياب المعلومه في حديث، برضه غياب المعلومه هي طبعا مركزه على جانب
وبصراحة الحاجة التعفف موجود في المجتمع السوداني بشكل كبير، والله في ناس يموتوا بدون ما يمشي يقول احنا دايرين ونحن ونحن، لكن الحين يكون عارفين انهم متعففين بس، يعني ممكن يعرفوا ممكن لا، صح ممكن يعرفوا بالعكس، كمان الليلة الناس بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على المظاهر، شايفينك لابس نظيف ومارق ماشي خلاص انت وضعك وضعك كويس. نعم. في حين انه ممكن الحكاية تكون لا، ونحن بنعرف واحد من الشيوخ ربنا يحفظه يعني ده جلابيته واحدة، لكن لو وقف قاعد في مجتمع هو صاحب أنظف جلابية وأحسن جلابية وجلابيته واحدة، طبعا دي طريقته هو. نعم. في ناس كتار زيه، فالناس محتاجة لأنها تعرف بالمعلومات تفهم الحظ شنو. في مكالمة ثانية تقريبا دايرين نرجع لأستاذنا خراساني، لكن خلينا نستقبل مكالمة الأستاذ خراساني بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الطاف تفضلي. اهلين. والله العظيم انا بشد بالبرنامج والافكار موجوده يعني الحمد لله. انا عندي فكره، انا عملت دراسه يعني اوفر الكتاب للمدارس الحكوميه البعيده لاطراف الخرطوم وبرا الخرطوم، الكتاب اللي المدرسي ما متوفر، الكتاب المدرسي الحكومية. أيوة الكتاب المدرسي. طيب. أنا بفكرة أوفر لكم الكتاب ده إن شاء الله، فعملت دراسة لكن الموضوع كده في الحلقة بيكون ما بيكفي إن شاء الله. أنا بس تلفوني ده تديه لي الأستاذ عبد الله خرساني وأنا إن شاء الله بشرح لي الفكرة، عارف يعني تلقى حيز. ايوه تمام، خلي تليفونك عند اخواننا في غرفه التحكم ونحن نتواصل معك ان شاء الله من خلال. تمام، بنشكرك جزيل الشكر، ويا ريت الناس تكون عندها المبادرات دي، يعني مبادرات بتاعت مبادرات خدميه خصوصا في الاطراف. طيب استاذ خروساني تفضل. هيا نعلق على نقطتين. النقطه الاولى اللي هو ذكرها اخونا هشام، هشام تركيزه كله على المعلومات، وهذه النقطه تقودني الى النقطه اللي احنا دائما بننادي بها، انه نحول بعد ما قلنا والله ننمي الحس الطوعي، محتاجين لكل فرد من افرادنا انه يطوع، لكن محتاجين نحول العمل الخير التقليدي الى عمل مؤسسي اللي هو بناديه الاخ هشام. طيب. العمل المؤسسي ده كل واحد مننا محتاج، والله احنا ندعو جميع الناس، اي شخص ما ذكر اخوتنا الطاف جزاه الله خير، يعمل جزء من عمله ده، يعمل له جعله من التطوع، شكله شنو يحدد هو. ان شاء الله يكنس الشارع اللي جنبه ان شاء الله كمشروع خاص به، كمشروع خاص به هو شخصيا. تمام. بعد ذلك نحن كل هذه المشاريع وكذلك انه والله بدل تكون الاشياء فيها جزء من العشوائيه، محتاجين احنا زي ما قال ننظمه ونجمع المعلومات ونحول عمل مؤسسي، معناه نحوله بشكل مشروعات. شكل المشروعات ده بذلك المشروع ما مش الافراد، لكن بتكون الحكايه من بدايه مدخلات المشروع الى نهايته الى تسويقه، بتكون في دراسه ويكون في شخص قائم عليه ويدير اداره جيده ويعالج الاشكالات اللي بتحصل فيه ويدير البدائل. هذا البديل الاول ما نفع يتحول الى اخر، البديل الاخر ما نفع يتحول الى اخر، وهكذا. وهذه محتاجين لها، وهذه محتاجين ايضا انه يتحول من التقليدي الى 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 العمل المؤسسي، ودي نطالب بها بصوره كبيره جدا، لانه هو الشخص اللي بحاله ممكن من همته تفتر. صح. لكن مع الجماعه ولما يكون وسط عمل، هسه الان كثير من من الجماعات اللي شفناها قبل كده كانت ناشطه بدات تخفت لانها ما تحولت الى عمل مؤسسي. العمل المؤسسي ده لانه يكون عنده استدامه، والاستدامه ضروريه في الحكايه في الحاله دي، ويزعفنا لما يكون عندك رصيد من التطوع الشخصي، بيزعفك لما تكون في بتستشعر حاله الازمه انت ذاتيا. يكون عندك قرون استشعار داخليه بتحس بها، بتحس بحس الاخرين، بتحس بحال الاخرين، تلقائيا بتستجيب. ممتاز. تكون لانك انت اصلا ممارس العمليه بتاعت التطوع دي بصوره مستمره ودائمه. احنا محتاجين نجعل جعله من كل واحد فينا نصيب للتطوع، يحدد هو بالطريقه اللي حددها، بعد ذاك هذه الجهود تتراكم مع بعضها، ده بيخلينا نتخطى انه ولا التلاوم اللي حصل لنا ما بين، هل نعتمد على الحكومه والحكومه والتجار؟ نحن لما نكون عمل مؤسسي، في العمل المؤسسي بالعمل الخيري التطوعي المؤسسي بنطالب اهم شيء حيسمه سميها تعبئة السياسات والمدافعة والمناصرة. المناصرة أهم فيها أنه والله الشفافية، بنطالب الشركات تعلن وتفصح عما عندها
يمشي لنا الى حمايه المستهلك والاشياء والكذا، تطالبا والله الشركه التي تخترق قوانين وتعتدي علينا يا عملوا لنا بورد بتاع الشفافيه. كل شركه ملتزمه بتقديم خدمه اجتماعيه، ملتزمه بالنظم واللوائح، متخطيه اللوائح. نحن صرنا تلقائي المجتمع عنده قوه. بعدها والله ما انت لهم، ما بين الحكومه تفصح ايضا الافصاح ما بين الشركات وما بين دي بمناسبه النظم والقوانين ومخالفتها وتفصح وما تفصحها، بمناسبة طيبة جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي إخواننا في قناة أم درمان التي تم إيقافها البارحة. وبصراحة نحن لسنا يعني مخربين ولا دعاة تخريب، نحن دعاة الالتزام باللوائح والنظم والقوانين. فالقناة إن كانت فعلا لديها مخالفة قانونية فطبيعي جدا إنها تمشي وتعيد حساباتها وتحاول تصلح الخلل. لكننا أيضا نطالب الجهات المعنية والمسؤولة بأن تتعامل مع المؤسسات الإعلامية بشكل خاص باحترام، وحتى التنبيه للخلل يكون يليق بالمؤسسة الإعلامية. ودي احنا بنقول الكلام ده لأنه احنا بندرك الدور المهم الذي تقوم به الوسائل الإعلامية من حيث الرقابة، من حيث النهوض والرقي بالمجتمع. وإيقاف القناة ليس في مصلحة أحد، انما ان كان هناك خلل فعلى الناس ان يصلحوا هذا الخلل، وعلى اخواننا في قناه ام درمان ان كان لديهم خلل ان يصلحوا الخلل وان يعيدوا ياتوا يقوموا بدورهم الذي يقومون به، بل اكثر، لان المجتمع محتاج للكثير من التوعيه وكثير من اجهزه الاعلام. اخ هشام، احنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، فماذا انت قائل في النهايه؟ تفضل. انا قائل في النهايه لازم يتنظم العمل التوعي ويتحول لمؤسسه زي ما قال اخونا خرساني، ونحارب الأزمة بكثرة الإنتاج. بكثرة الإنتاج. ممتاز ممتاز. المشاريع الصغيرة بتنتج أكثر من المشاريع الكبيرة. ممتاز. نعم، أنا أقول والله في حالة العزيمات والشح، أي حين إحنا على المستوى الشخصي كل واحد منا يقالب شحه ذاتي. نمرة اثنين، بوجه رسالة واضحة جدا في حالة العزيمات، يا التجار لا تقالوا على الناس. الشركات التجارية في لحظة الأزمات قيفوا مع المجتمع. إذا المجتمع أفقر أنتم ليس لديكم دخل، دخلكم من أين يأتي؟ ممتاز. قيفوا عن المجتمع سيحفظ لكم هذا الود، وربنا يبارك لكم في ودكم وصاحكم وكل ما تنفقون ويدخروا لكم يعني. صحيح. أنا أرجو أنه جميع المجتمع تنمو فيه روح وقيم التطوع بكل أشكالها، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وتبقى شان وعادة يومية للجميع. الأستاذ اللي يطوع علينا بحصة، النزل معاه ذاته ينزل يطوع بحصة، الإعلامي يمشي يدرب الإعلاميين، المحاسب يمشي كده، جميع أنواع التطوع ما تأخذ عليه أجر. التطوع عنده حاجتين قلنا، العمل التطوعي ده لا ليس له قضية بالسياسة، نعم. ليس لا يبحث عن منصب سياسي، أيوة. ولا يبحث عن ربح دنيوي. ممتاز ممتاز. دي القضيتين الاثنين، ليس تاجر ولا سياسي. ممتاز ممتاز. بعد ذلك ينداح في جميع المجالات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وأنا أكمل ما بدأه ضيفايا العزيزان بأنه في هذه الأيام تحديدا ينبغي أن يزداد حبنا للتطوع. يجب أن نشعر بأن إن كنا نعاني فغيرنا يعاني أضعاف ما نعاني، وعليه باهتمامنا بهم وبوقوفنا إلى جانبهم نخفف من ما يعانون به، فتعود البسمة إلى الناس ويعود الرخاء والبركة إلى الناس، ودعوات الغلابة لا تخطئ. وبالتالي المجتمع محتاج إلى أن يتكاتف حتى يتجدد الملتقى. تقبلوا تحيات الفريق الذي صاحبكم، ونشكر ضيفينا العزيزين، نشكركم أنتم مشاهدين الكرام، ونشكر الذين اتصلوا بنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الصندوق القومي للتأمين الصحي. مظلة تسع الجميع. لأنفاق في المدى والعمر ونور.